صفحة بشرى شو؟ شنو هو صفحة بشرى شو؟ ما تقولي قناة بشرى شو؟ على العموم عيد مبارك سعيد، كل عام وانتم بخير، الله يدخل عليكم بالصحة والعافية وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. بغيت نعود لكم على ماشي بغيت نعود لكم، يعني نهار العيد انا قديت يعني ليلة العيد تقريبا مع الميقات 4:30 5، صبت شويه كرواسو، شلت الشنايك، درت المسمان، درت سميتو عليه، عملت الفقاس، عملت واحد الحلوه سودانيه سميتها الناعم، وعملت ثاني شنو سميتو عليه كنافه. المهم هاد الوصفات كلها انا ما عملتش لهم فيديو لانه ما كانش عندي زمن، وانا هاد الشيء ما عملتوش قبل العيد لانه كان عندنا شغل تحت في واحد الصاله ديال الدراري، كنا نصوبوا لها الموكيط لان بغينا نفرشوا لها الارضيه كلها موكيط على حسب باش الدراري يلعبوا ياخذوا راحتهم، ما يكونش عليهم البرد وما تكونش الارضيه بارده ليهم. وقلنا على حسب يوم العيد الدراري جايين والناس جايين وكل شيء جايين، الاطفال يلقاو فين يلعبوا ويلقاو التلفزيون تحت ويلقاو حاجاتهم كلها تحت باش كاع ما يعني باش الواحد هما ياخذوا راحتهم وحنا ناخذوا راحتنا. المهم هذاك الشغل تحت خدم لنا 3 ايام باش حنا الموكيط حنا كنقادو فيه لانه كتقصي وكتعبري مع الجناب لما كيبقى لك واحد المساحه ناقصه داك كتقطعي. خدم لنا وقت ما قدرتش نصوب الحلويات ولا نصوب شي حاجه بكري، يعني صوبت ليله العيد بديت مع 4:30 5 حتى في وحده صاحبتي كان عندي اللحم وعندي الدجاج وداكشي هي اللي جات عندي وهي اللي غسلاته وقطعاته وبهراته اي حاجه وحطينا على جنب لانه ما عنديش وقت انايا. المهم ما صورتش قلت لكم الفيديوهات هذه، صوبت داك الشنايك والكرواسه عجنتهم وقللت فيهم الخميره قلت خليهم حتى الصباح ونسميتو عليه ونطيبهم ياخذوا راحتهم في الطياب ياخذوا راحتهم في التخمار. والفقاس انا صوبته كلشي. المهم فقت مع 3:30 الفقاس قطعته ودخلته الفران ثاني. ديك الحلوه اللي عملتها تبع السودانيه كنت ترشيها بالسكر بودره عملتها، الشنايك والكرواسه حتى هما دخلتهم الفران يطيبوا. من بعد عجنت المسمن 5 الصباح انا كنعجن في المسمن. من بعد عملت الكنافه. المهم جراجلي من الخدمه الصباح لانه هو خدام الليل، جا الصباح دخلت الدراري دوشت ليهم لبستهم حوايج تاع العيد قاديس الدار كانت شويه حيت اللي قلت لك انا كنت خدامه تاكدت انا وراجلي خدموا تحت فداك يعني ما كنتش ننظف هنايا ماشي ما كنتش ننظف. المهم الضياف جايين ضروري تنظفي دارك، نظفت الدنيا نظفت كل شيء وجدت الطابله قديتها زوينه مره واحده. وليداتي فطرتهم على حساب وصلت الساعه 10 فطرت وليداتي اول حاجه لانهم جاعوا قالت لي فطروا فطرتهم اي حاجه، قديت الطابله عملت شاي مغربي عملت عصير برتقال قلت خلاص انا دابا ساليت بخرت البيت بخرت اي حاجه قلت ساليت غادي نمشي ندوش ولبس حويجاتي انا ونجي نصور وليداتي ونصور. المهم الناس لما خلصوا الصاله المهم جاوا على البيت، انا في الحمام كنسمع فيهم الناس راه دخلوا هنا وكيسلموا كل شيء عيد مبارك عيد مبارك. لما خلصت الحمام ولبس واي حاجه وقاديت راسي وداك الشيء الناس قعدوا وقاعدين كيفطروا، انا جاتني حشومه عيب الواحد قاعد يفطر تي قاعده تصوري ماشي عيب، قلت ماشي مشكل غنصور لكم فيديو ديال ما يروحش علينا ديال الشوا، ما عرفنا غدا ولا عشاء لانه تاخر الوقت ومشوش بكري شوا تقريبا مع المقات 4:30 مع 5 عشو داك يشويو. المهم قلت ما نضيعش هاد المره الثانيه ما نضيعش الفرصه هذه، ولكن الشوا ثاني ما صورتوش نسيت ما طلعتش برا وصورت لكم الشوا، غير في واحد من الضيوف صور اثنين صور قلت لي سديهم ليا في الاخر قلت لي شكون يصور وشكون يعمل فيديو، حتى واحد ما عمل فيديو الا واحد عاد عنده صور. المهم عداني داك الصور كان دام واحد الدريه اخرى وديك الدريه عطاتهم ليا. شنو ثاني الوليدات هما مع كانت الشتا كتصب يعني باش ناخذو نتصوروا بحالنا بحال الناس، جاو حالتهم طرابيات وغايس ويلعبوا الترومبيلا وطلعوا هنايا ما قدرناش ناخذ التصاور، والدنيا كانت شويه مربجه وكانوا الناس بزاف وتقريبا حنا كنا 16 واحد 16 شخص من غير الاطفال ما شاء الله. مهم داك العيد داز زوين بصراحه وانبسطنا وضحكنا وكل شيء كال وكل شيء شرب وكل شيء فرحان واي حاجه.
ثاني عيد كان عندنا برنامج ثاني، كان كل الجنسيات في قاعة، البلدية هي اللي كتطوع بها كتعطيها لنا، يعني احنا ما كندفعوش فلوس تاع القاعة، البلدية اللي كتعطينا ديك القاعة في المدرسة، وناس الماركيتات كيتبرعوا حتى هما بحاجات من عندهم. احنا عندنا ثلاثة الماركيتات، واحد سميتو كيوي، واحد سميتو الريما، واحد سميتو كوب. الكيوي كيديهم الفواكه، الريما كتديهم مشروبات غازية، الكوب كتديهم حلويات للأطفال. على العموم انا وسميتو علي وهادو الجنسيات، هادو الناس دول العوائل والناس اللي جايين، اي واحد كيطيب حاجه ولا كيطبخ حاجه، شي كيصوب كبسه، شي كيصوب سلطه، شي اي حاجه، المهم ماشي بالضروره كيشرطوا عليك اشنو ديري الحاجه انت اللي ان شاء الله، حتى ولو سلطه عاديه كما كنت تجيبيها، ما داك ولو ما قدرتيش ماشي بالشرط، يعني لو ما عندكش وقت وما عندكش زمان، لا ماشي بالشرط، مرحبا بك تعالي كده. المهم انا عملت بريوات وصوبتهم، ولانه ما كانش عندي وقت، الدار كانت مقلوبة، الناس مني مشاو، يعني ما قدرش ننظف بالليل، لغد لي عبش نظفت ومسحت، والدار كانت مقلوبة لتحت وكانت مقلوبة لفوق، خدا مني وقت بصراحة، والبريوات كتاخد تاني وقت. المهم مشيت قبل، مشيت قبل الحفلة ولا قبل ولا بعد قبل الحفلة بساعة، انا ماشيه في السياره وكنصور كنهضر انا يا ماشيه كذا 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 وماشيه الحفله وغنصور لكم كذا وغنصور لكم هذه وهذه وهذه. على العموم انا من بعد انا الفيديو ده شلته، خليت مقطع صغير قلت كل عام وانتم بخير، بس اللي خليته هذاك كل عام وانتم بخير مره ثانيه، هذا هو اللي خليته في المقطع ده، لانه لما مشيت لقيت الناس دخلوا وناس كتار، والبوفي اللي كان جا اللي كانوا حاطينه الناس كالوا منه، يعني ما بقات شي حاجه باينه، بقات حاجه بسيطه، وما قدرتش نصور لانه ما بقات شي حاجه. على العموم طلبت البنات صاحباتي كيما هكا، قلت لهم اللي عنده شي فيديوهات وعنده شي صور يرسلهم ليا، هما صوروا نزلوا الصور اللي كنا نرقصوا فيها وصور حق الناس وصورنا حنايا كاملين، هادو ما قدرتش نحطوهم، ما قدرتش لانه احنا قاعدين مع ناس كتار وكنا نرقص مع ناس كتار، ما فيناش نحط حاجات، يعني يقولكوا علاش حطيتيني، يعني انتم عارفين. على المهم انا حطيت غير صوره تبع البوفي بس، اثنين صور، حتى دبعه تبع الكيك انا ما لقيتهاش، لانه من بعد الاكل الناس حطوا ثاني شو اسمه عليه الحلويات الكيك دي ما لقيتهاش، انا ما صور ما قش اللي صورها لي، انا كاينه تمايا في اللحظه دي بس مشات على بالي كترقص، ما كنتش مسالياش كنت نشطح كاع ما كنت مساليه نسيتها. على العموم المهم رسلوا لي الصور ورسلوا لي الفيديوهات، ولكن رسلوا لي غير الصور تبع البوفي، معليش كنت نحطهم عليه. انا عرفت راسي طولت عليكم وكثرت عليكم بلا 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 بلا، ولكن بغيت نوريكم اشنو صار معي نهار العيد وشنو صار معي ثاني عيد، بس المهم داز داكشي زوين بصراحه، ونقول لكم مره ثانيه كل عام وانتم بخير وعيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه باش ما تمنيتوا ان شاء الله برزيق وبصحيحه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله، ونتمنى هذا الفيديو تشاهدوه للنهايه وينال اعجابكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. والعيد عشانا وصل اشواقي يطير نسم يا هوانا، كل عام وانتم بخير والعيد عشانا وصل اشواقي يطير نسم يا هوانا، ريتك يا عيد مبارك وتزيد هنانا وتزور ديارنا وتهني الاهلية، يصبحكم بالخير والمسا بأفراحه، يا عيد هادي من الخير نس الوطن جراحه، الله يصبحكم بالخير والمسا بأفراحه، يا عيد هادي من الخير، كل عام وانتم بخير والعيد عشانا وصل اشواقي يطير نسم يا هوانا، ريتك يا عيد مبارك وتزيد هنانا وتزور
بأفراحه يا عيد هادي من الخير نس الوطن شراحه الله يصبحكم بالخير والمسب أفراحه يا عيد هادي من الخير نس الوطن شراحه إن شاء الله عيد مبارك وإن ما كانوا راحوا يرجع ليالي المناح واللم الهاني ينعاد عليكم بالصحة والعافية كل عام وأنتم بخير.